برنامج علاج السرطان تنفذه الوكالة الأمريكية لمشاريع البحوث المتقدمة للصحة، وتقول عبر موقعها الرسمي إنها تعمل على تسريع علاجات الجيل الجديد لتحسين صحة جميع الأمريكيين. البرنامج يدعمه إدارة بايدن، وهو تعاون بين علماء وأطباء ومرضى، وفيه يتم تسخير جميع التقنيات المتقدمة ومن بينها التعلم الآلي لتوفير فهم أعمق واستجابة علاجية لبيولوجيا الورم. البرنامج يعمل بشكل أساسي على مواجهة الطفرات المكتسبة في الورم وتسجيل بيانات مفصلة عن الحالة المرضية وقياس مستوى تطور السرطان في الوقت الفعلي، وبالتالي الاستجابة له بشكل استباقي. تقنية mRNA، وهو مكون رئيسي لبعض لقاحات كورونا، تستخدم أيضا في تقنية لقاحات البرنامج المضاد للسرطان، والهدف تحفيز الاستجابات المناعية المفيدة لاستهداف الأورام ومهاجمتها.